welcome all to this session. So this is Ibtisam. I'm a record specialist in petroleum development Oman. Special thanks to ILDS committee and QNL library team to give us this opportunity to present our research. Actually, our paper written in Arabic language, so that's why we prefer to present it in Arabic. So let's switch to Arabic language. عنوان الورقة جاءت بعنوان دور خدمة الإعارة بين المكتبات في تطوير خدمات المعلومات في المكتبات الجامعية خلال فترة كوفيد 19. طبعا كما نعلم جميعا أنه أولى حالات الإصابة بكوفيد 19 ظهرت مطلع شهر ديسمبر عام 2020 في الصين، بعد ذلك بدأت في التوسع والانتشار إلى أن انتشرت في العالم أجمع. وكانت المكتبات ومؤسسات المعلومات إحدى القطاعات اللي تأثرت بالجائحة والآثار السلبية الناجمة عنها. كيف تأثرت المكتبات ومؤسسات المعلومات عن طريق هي خدمات المعلومات؟ بعضها توقفت وبعضها الآخر تأثر بسبب حاجتها لإخصائي المعلومات أن يكونوا متواجدين في المكتبات. طبعاً من الآثار السلبية للجائحة أنه توقف العمل، بعد ذلك انتقلوا العمل عن بعد، وهو ما أنتج تأثر خدمات المعلومات. ومن بين خدمات المعلومات اللي تأثرت بالجائحة اللي هي خدمة الإعارة بين المكتبات Interlibrary Loan. لذلك جاءت هذه الدراسة للكشف عن دور خدمة الإعارة بين المكتبات في تطوير خدمات المعلومات خلال فترة الجائحة. أهداف الدراسة، الهدف الأول هو التعرف على دور خدمة الإعارة بين المكتبات في تحسين جودة خدمات المعلومات خلال فترة الجائحة كوفيد 19، بينما الهدف الثاني ركز على التحديات الناجمة عن ذلك. طبعاً المنهج اللي اتبعته الدراسة هو المنهج الوصف التحليلي عن طريق حصر الأدبيات المنشورة باللغة العربية وباللغة الإنجليزية اللي تركز على دور خدمة الإعارة بين المكتبات في تحسين جودة خدمات المعلومات وأيضاً التحديات الناجمة عنها. طبعاً لو جينا على الدراسات العربية المنشورة كان هناك ضعف فيها، لأنه الأغلب ركز على تاريخ ظهور خدمة الإعارة بين المكتبات، أيضا فوائدها بشكل عام. لذلك الدراسة أكثر شيء ركزت على الدراسات المنشورة باللغة الإنجليزية لأنها كانت يعني more details. الآن ننتقل إلى النتائج، رح تعرضهم رقية. Hello everyone, we'll continue with the results. في البداية تم عرض نتائج الدراسة بناء على الأهداف التي اعتمدت عليها الدراسة مثل ما ذكرتها زميلتي ابتسام. ركزنا في الدراسة على بعض ركزنا في الدراسة على بعض على تجارب بعض المكتبات الأكاديمية في التعامل مع الجائحة، كيف قدروا يتغلبوا على الجائحة أو يعني كيف كان وضعهم خلال الجائحة. المكتبة الأولى اللي هي مكتبة SIO، المكتبة الطبية SIU، رصد أمناء المكتبات زيادة في عدد الطلبات التي تردهم عبر خدمة الإعارة بين المكتبات من أعضاء هيئة التدريس والطلبة في الجامعة، وذلك بسبب حاجتهم إلى إكمال دراساتهم ومشاريعهم البحثية. بالمقابل لم يستطع أمناء المكتبات الإيفاء بحاجة 650 طلب من أصل 1000 طلب وردتهم عبر الإعارة بين المكتبات خلال أبريل إلى مايو، وذلك بسبب ظروف العمل عن البعد والظروف التي فرضتها الجائحة خلال ذلك الوقت. المكتبة أو النموذج الثاني اللي هي ستوني بروك يونيفرسيتي لايبريز، رصد أمناء المكتبات زيادة في عدد الطلبات بنسبة 37%،
بين الطلبات التي وردتهم في إبريل 2020 والطلبات التي وردتهم في إبريل 2019. بالمقابل استطاع أمناء المكتبات الوصول إلى معظم المصادر أو الإيفاء بطلبات المستفيدين من خلال استخدام اللي هي الأنظمة الإلكترونية LLID وDocLine. النموذج الأخير واللي هي Reader University Libraries. Reader University Libraries حالها من حال أي مكتبة أخرى واجهت بعض الصعوبات من خلال فترة الإغلاق في مارس عام 2020. فواجه أمناء المكتبات وأخصائي الإعارة بين المكتبات عدة تحديات. التحدي الأول هو عدم القدرة للوصول إلى المصادر المطبوعة في المكتبة. التحدي الآخر وهو عدم القدرة على إعارة المصادر الإلكترونية الموجودة في المكتبة، وأيضا ليس كل المصادر المطبوعة الموجودة في المكتبة يقابلها نسخ إلكترونية، بالإضافة إلى التحدي الذي يواجه جميع المكتبات وهو محدودية الميزانيات. من أجل التغلب على هذه التحديات اجتمع أمناء المكتبات لوضع خطة لاستمرارية تقديم خدمة الإعارة بين المكتبات. فأول خطوة عملوها وهي تحديث استمارة الإعارة بين المكتبات لتشمل الطلبات التي يتم طلبها عن طريق اللي هو المصادر الموجودة داخل المكتبة، بالإضافة إلى المصادر التي يجب أن يتم طلبها عبر خدمة الإعارة بين المكتبات. بعد استلام المصادر يتم البحث عن هذه أو بعد استلام الطلبات يتم البحث عن المصادر في أو محاولة تزويد المستفيدين بنسخ إلكترونية من مصادر المعلومات التي يتم طلبها، وذلك من أجل الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم نقل العدوى وغيرها. في حالة عدم القدرة على الوصول للنسخ الإلكترونية من الطلبات يتم الاستعانة بأمناء المكتبات أو الأمناء المراجع في المكتبة بالنفس للبحث عن مصادر أو طرق مجانية للوصول للطلبات. فتم الاستعانة ببعض الأدوات مثل اللي هي استعانة بجوجل سكولر، وأيضا الاتصال بإقامة الموزعين في OCLC، بالإضافة إلى التواصل مع المؤلف بالنفس أو الاستعانة بموقع Open Library. تم عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة بناء على الأهداف. كان عندنا هدفين، الهدف الأول وهو كان دور خدمة الإعارة بين المكتبات في تعزيز خدمات أو جودة خدمات المعلومات في المكتبات الأكاديمية خلال فترة الجائحة. فتوصلت النتائج إلى أن إحصائيات الإعارة بين المكتبات تفيد في تحديد الفئات الموضوعية الأكثر طلباً من قبل المستفيدين وإثراء مجموعات المكتبة والمصادر الإلكترونية خلال فترة الجائحة. أيضاً توصلت الدراسة إلى أن أنظمة إدارة عمليات الإعارة بين المكتبات تساهم في استلام مصادر المعلومات المطلوبة للمستفيدين في الوقت المناسب خلال فترة الجائحة، وتتيح أيضاً فرص أكبر لأمناء المكتبات في إيجاد مصادر المعلومات المطبوعة والإلكترونية من مجموعات المكتبة من المكتبات العالمية وأيضاً من مصادر الوصول الحر أو الأوبن أكسس. أيضاً توصلت الدراسة إلى أن المكتبات استطاعت أن تستمر في تقديم خدمة الإعارة المتبادلة بين المكتبات بكفاءة وجودة عالية، وأيضاً تلبية احتياجات المستفيدين بأسرع الطرق وأكثرها سلامة، مثل إيصال فصل من كتاب مطبوع بدلاً من إرساله بشكل مطبوع كاملاً أو تسليمه باليد. بالنسبة للمحور الثاني والذي كان يتناول التحديات، فقد كشفت الدراسة عن بعض التحديات، تحديات تقنية وتحديات في الميزانيات، وأيضا بعض التحديات اللوجستية. فبالنسبة للتحديات التقنية فقد شكلت تحديات ضعف شبكة الإنترنت وضعف المهارات التقنية لأخصائي المعلومات أبرز التحديات التي واجهت الخدمة خلال الجائحة. أيضا واجهت معظم المكتبات الجامعية انخفاض نسبي في ميزانيتها، وهو ما انعكس سلبا على قدرتها على تقديم الخدمات بكفاءة عالية واقتناء مصادر المعلومات. وأخيرا أن توقف الخدمات اللوجستية وارتفاع أسعار الشحن والنقل خلال فترة الجائحة خلق قلق في تلبية احتياجات ومتطلبات الخدمة، بالإضافة إلى التحديات البيروقراطية في ظل عمل الموظفين من المنزل وحاجتهم إلى موافقات في عمليات الإرسال والشراء. في ظل النتائج التي توصلت إليها الدراسة خلصت الدراسة إلى بعض التوصيات.
في البداية هو ضرورة التركيز على رفع مستوى البنية التكنولوجية للمكتبات من خلال تعزيز شبكة الإنترنت والتركيز على مصادر المعلومات الإلكترونية أثناء عملية التزويد. أيضا ضرورة تنظيم دورات تدريبية وورش عمل للموظفين لتنمية مهاراتهم التقنية وقدرتهم على استخدام الأنظمة الإلكترونية. كذلك خلصت الدراسة إلى ضرورة التزام المكتبات بالإجراءات الاحترازية خلال جائحة عند تلبية طلبات المستفيدين من خلال توفير مصادر معلومات إلكترونية بديلا عن المصادر المطبوعة. وأخيرا ضرورة توجه المكتبات الجامعية نحو توسيع دائرة التعاون بين مع المكتبات الأخرى وأيضا تبادل مصادر المعلومات بشكل مجاني للتغلب على مشكلات الانخفاض الحاد في الميزانيات خلال فترة الجائحة. That was the end of our presentation and thank you for listening.